أهلا وسهلا مشاهدي الفضائية الإعرامية ومتابعي برنامج أضواء على العراق وإطلالة جديدة معاكم. أرحب بجميع الأخوات والأخوة اللي يتابعون هذا البرنامج إن كان عبر الساتلايت أو عبر الإنترنت أو الفيسبوك. سيكون معي بعد الجزء الأول ضيفان كريمان من محافظة النجف، سيكون معي الدكتور الشيخ بشير حسين اللامي، ومن الموصل سيكون معي الناشط الإنساني الأستاذ علي الأحمد. خبر كلش مفرح طبعا، خبر الفريق، فريق الأطفال أو فريق اليافعين العراقيين اللي شاركوا بمسابقة ماليزيا للحساب الذهني، والمركز المتقدم أو المراكز المتقدمة اللي حصلوها يدعونا حقا أن نفكر كيف ممكن أن يكون إنجاز التلميذ أو الطالب العراقي لو أولى المسؤولين العراقيين العناية المطلوبة والحقيقية بالمدارس العراقية، بالمناهج، بالبنايات، بالكادر التدريسي، بالمختبرات، بالبحوث. هذا هو العراق، ولاد، مبدع، مقاوم لكل هاي الظروف الصعبة بأمل أن يكون المسؤول بمستوى مسؤولية هؤلاء الأطفال بمستواهم. نتمنى هذا الشيء. الموضوع الأخرى مشاهدينا الكرام، المحكمة الاتحادية ردت هذا اليوم على مشروع قانون النفط اللي قدمته حكومة عادل عبد المهدي والمسنودة من الكثير من الأحزاب التي كانت تبغي إلى خصخصة النفط. هذه الثروة الوطنية، رد هذا المشروع، وما نعرف ما هي الخطوة اللاحقة لهذا اللوبي اللي يعمل بهذا الاتجاه، وهل هو مدعم من قبل الشركات الاحتكارية الكبرى أم هو مسعى فقط من أحزاب الإسلام السياسي بالتعاون مع بعض القيادات الكردية أيضا. القضية الثانية، إذا تتذكرون أبعوب كان أمين بغداد اللي في تصريحاته النارية مرة من المرات لما صار فيضان بغداد قال لقوا طابوقة هي اللي سادة المجاري، وطلع بالتلفزيون مرة من المرات قال خلال سنوات سأجعل بغداد أجمل من أبو ظبي. هذا الإنسان كان عنده دور، واللي جابه أيضا كان عنده دور، وكان عندهم مصلحة من هذه النماذج لما يحطوها أمينة للعاصمة. صدر حكم غيابي بحقه، السجن 7 سنوات لتبديده المال العام. هل سيقوم النظام بتحويل اسمه إلى الانتربول؟ هل سيفاتح الدولة التي يعيش بها أبعوب؟ مو مختفي ولا داخل تحت الأرض، معروف وين يعيش ومعروف كل الأموال اللي بددها. هل سترجع هذه الأموال؟ هاي المسألة متروكة، لأنه احتمال هم يطلع أن عفو وبالتالي يرجع يعني معزز مكرم كما يقولون. البصرة من جديد تنتفض، البصرة من جديد تنزل للشوارع مطالبة بالخدمات، مطالبة بتحسين ظروف أهل البصرة.
يا ريت لو المخرج يخلينا الصورة رقم 2 رجاء. نعم، تصدرت أنباء المظاهرات الحقيقة العديد من الوكالات العربية والعالمية، وأيضا لفت الانتباه إلى قيام أناس بالزي المدني باعتقال مجموعة غير قليلة من النشطاء، اعتقالهم من بيوتهم، استعمال الغازات المسيلة للدموع، وحتى استعمال ربما الرصاص الحي أو غيره لمواجهة هؤلاء المتظاهرين السلميين. أنا أقول الإنسان يتعلم درس، وهذا النظام وهذه الأحزاب الحاكمة إن لم تتعلم الدرس للآن سيكون متأخر عليها حينما يسحب الشعب العراقي البساط من تحت أقدامهم. هؤلاء الناس لا يخرجون للنزهة، هؤلاء الناس يخرجون لأن لهم حاجات، والحكومة فشلت فشلا ذريعا بتلبية احتياجات المواطنين، إن كان الحكومة المركزية أو الحكومة المحلية. الفساد ضرب أو يضرب أطنابه في كل المؤسسات، ليس بالبصرة فحسب بل في كل العراق، وهي المسألة معروفة. إذا ما تكون الحكومة جادة في التعامل مع هذه الملفات وأن تجد لها الحلول الحقيقية والجذرية، أأكد لكم مشاهدين الكرام، أأكد لكم سيكون الوقت متأخر على هذا النظام وعلى هذه الأحزاب. كان أكو تجربة السنة الماضية عندما انتفضت البصرة وسمعنا كم مقر حرق، تعلموا؟ ما أتصور ولا رح يتعلمون ولا يريدون يتعلمون، لأنهم ليسوا جادين في خدمة المواطن، هم جادين في خدمة أسيادهم، إن كانت إيران أو إن كانت دول الجوار أو العصابات والمافيات التي تحكم في العراق. هذا الذي يجري في البصرة، ما يجري على شعبها لا يستحقه. هذا أدنى من كل التضحيات اللي قدمتها البصرة، من موقفها من النظام البائد، مما جرى عليها بالحرب مع إيران، بالحصار، بالقصف، بدخول الكويت، بخروج الكويت، كل هاي الأمور دفعتها البصرة. ما الذي جنته البصرة؟ شلة من الفاسدين ومجموعة من العصابات تجوب الشوارع وتحاول أن تقتص من أبنائها المخلصين الذين ينزلون للشوارع مطالبين بحقوقهم المشروعة. الصورة رقم 3، بالفيديو اللي شاهدناه مشاهدينا شاهدنا مجموعة من البراعم الطيبة العراقية وهي تبدع في سوح دولية. هذه الصورة أي معنى إنساني تحمل؟ مع الخراب، مع الدمار الذي لحق بالموصل وبأهل الموصل، لما الواحد يعاين إلى هذا المشهد، إلى هذه الفتاة الرائعة، فعلا له الحق أن يقول سيكون هذا البلد بخير لو كان حكامه أشراف ومخلصين. الموصل متحررة من سنة، عيب أن تبقى هاي الأكوام لليوم، عيب وعار على المسؤولين وعلى القيادات وعلى الأحزاب، عيب وعار، لكن هذا اللي يقدرون يسووه لأن هذا كان مخططهم. تحية إلى هذه الوردات
وهم يتوجهون إلى المدرسة للتعلم، عسى أن يكون لهم فرصة في بناء هذا الوطن. الصورة رقم 4 انتشرت هذه الصورة للمهندسة الكهربائية مي مثال، هذه الإنسانة الرائعة التي تعمل بصبر وتعمل متطوعة مع بعض الإخوة ربما اللي يساعدوها في إصلاح الإشارات الضوئية المهملة المنتشرة في بغداد. تقولون الدنيا بخير؟ أنا أقول نعم الدنيا بخير، نعم هناك في العراق ناس مخلصين، لا تفقدون الأمل، لأن يوم ورا يوم هذا الجيل هو اللي رح يكبر، أما الجيل الفاسد مصير الزوال. الصورة رقم 5 هي تذكير بالانتخابات العراقية التي جرت في آيار 2018، صورة للانتخابات، صورة للعراق كما يدعي صاحب اللافتة، لكن فقط انتبهوا وين حاطين لافتتهم، وش قد هم فعلا صادقين لما يحطون لافتتهم وسط هذا الدمار، لأن هاي الأحزاب هذا اللي جابته للعراق، وإلا اللي وضع اللافتة والمسؤول عن اللافتة واللي اسمه باللافتة كان المفروض أن يخجل من نفسه، أن يروح يجيب له لوريين ثلاثة طابوق ويحط له في الشجرتين ثلاثة، حتى على الأقل منظر اللافتة يكون منظر مقبول. لكن هذا هو المنظر الحقيقي مشاهدينا الكرام، لأن هاي الأحزاب ما طلع منها غير هذا الخراب اللي تشوفوه بعينكم. الصورة رقم 6، أحد الإخوة نشر صورتين لمنظر في بداية الشورجة، شارع الرشيد بغداد، صورة عام 1953 وصورة عام 2018، كيف تتقدم الأمم وكيف تتراجع الأمم، ومن المسؤول عن ذلك؟ تلومون المواطن؟ لو تلومون ربان السفينة وهذه الأحزاب التي أدخلت البلاد في الدمار وأدخلته في الحروب وفي الحصار وأدخلته في حرب منسية اللي هي الحرب الطائفية القذرة التي تقف خلفها أحزاب لا تقل قذارة عن أفعالها. صورة رقم 7، ما جرى على هذا الوطن مشاهدينا الكرام غير قليل، وما جرى بعد 2003 هل كان مخطط أن يسلم العراق إلى أحزاب طائفية متخلفة تعود بعقلها وأيديولوجيتها إلى العصور الحجرية أو ما قبل الحجرية؟ كيف يمكن لمؤسسات حكومية والدولة والرئاسات الثلاثة كما يصطلحون عليها الرئاسات الثلاثة، فخامة رئيس الجمهورية، فخامة رئيس الوزراء، فخامة رئيس مجلس النواب، استحوا استحوا أيتها الفخامات،
شنو هاي المهزلة اللي قدامكم؟ ومن يقبلها؟ هذه المتاجرة الرخيصة، هذه المتاجرة الناقصة والدونية لتجار سفلة يتاجرون بالدين ويتاجرون بالناس. نحن مستعدون للدعاء لكم في أيام الامتحانات، الدعاء فقط 1000 دينار، دعاء وبكاء 2000، زين دعاء و يعني بس البكاء لو هم أكو غير شيء. شو تشوف يا عراق؟ شو تشوف يا وطن؟ شو تشوف يا شعب بعد من هاي العصابات ومن ذول السفلة والأوغاد والمتخلفين؟ شو تشوف؟ الصورة رقم 8 أنا اختاريتها بالحقيقة إلها فترة طويلة طالعة، صورة قديمة، هي تتحدث عن أحد العسكريين اللي كان خادم بالجيش السوفيتي. يا ريت لو طلعنا الصورة كاملة عزيزي المخرج. نعم، انتبهوا مشاهدينا، ماذا يعني الوطن بالنسبة للناس؟ ولا أقول ذلك لأن في العراق أناس لا يقلون وطنية عن هذا الإنسان. يقول كان السوفييت في الحرب العالمية الثانية ينشدون إنشودة تقول: إذا فقد الجندي ساقيه يستطيع معانقة الأصدقاء، إذا فقد يديه يستطيع الرقص في الأفراح، إذا فقد الجندي عينيه يستطيع سماع نشيد الوطن، إذا فقد الجندي سمعه يستطيع رؤية الأحبة، وإذا فقد كل شيء يستطيع الالتقاء الاستلقاء على أرض الوطن. أما إذا فقد أرض الوطن فماذا بمقدوره أن يفعل؟ هذا الكلام موجه إلى شلة من المسؤولين والحكام الذين لا يمانعوا أن يبيعوا الوطن رخيصاً إلى سيادهم وإلى دول الجوار. نعم، هل سيكون لهم مكان في العراق؟ مو أنا اللي أقرر، صدقوني. أولاً هم اللي راح يقررون، لأنه إذا اندارت ما تشوفون هاي الوجوه القبيحة بالعراق. الشيء الثاني، من يقرر ذلك هو الشعب العراقي الذي اكتوى بسياسة هؤلاء الساسة الفاشلين. وزير الخارجية الإيراني يجي لبغداد 5 أيام 7 أيام، يلتقي بالعشائر ويلتقي بالمسؤولين ويلتقي برجال الدين ويلتقي بمدري منه وبالوزراء وبذولة. سامعين انتو؟ انتو سامعين؟ يقدر وزير عراقي يطلع ويروح الإيران ويلتقي بالعشائر الإيرانية؟ سامعيها انتو؟ شون تقبلوها؟ أي غيرة؟ لكن انت إذا تريد تطلب غيرة أو تسأل على غيرة لازم توجه كلامك إلى واحد عنده، أما اللي ما عنده مش تتوقعون كل شيء يطلع منه؟ مو صورة رقم 9، لما نتحدث عن هؤلاء المسؤولين وعن سياستهم ونتائج سياستهم مشاهدين الكرام، هذا هو المشهد، هذا هو المشهد مشاهدين الأعزاء. الصورة رقم 9 رجاء. أريد واحد بس إذا يباوع الصورة، بس يباوع على عيون ذول الأطفال،
أي مصير وأي مستقبل ينتظرهم؟ هل ممكن تطلع الأقدام مالتهم رجاء عزيزي المخرج؟ تقبلوها مشاهدينا؟ تقبلوها في وطن كبير، في وطن مليان محبة، في وطن بخيرات وكل شو نتحدث عن العراق؟ هل تقبلون هذا المشهد؟ هل يقبل المسؤول السياسي الحزبي المؤمن الذي لا يدخر جهدا بالصلاة، هل يقبل ذلك على أبنائه؟ مشاهدينا، هذه المناظر مناظر حقيقية وموجودة بالعراق، راح تستمر لما المواطن يسكت، لما المواطن ما يهتم، لما المواطن ما ثيره. أنا متأكد كلكم ثيركم هاي المناظر، تغص في قلبكم إلى أي مستوى تصل الطفولة العراقية البريئة على يد هذه الشلة الحاكمة. لا تسكتون مشاهدينا، الغلط ما يروح من كيفه. نحن لسنا في عصر المعجزات، نحن في عصر الإنسان هو الذي يقود التغيير، بيده يقود التغيير. ليس لهؤلاء ذنب، الذنب هو بمن أوصلهم لهذا المستوى. مشاهدينا الكرام، أنا ألقاكم بعد الإعلان وسنذهب سوية إلى محافظة النجف، ابقوا معنا رجاء. أهلا وسهلا مشاهدي الفضائية الإعرامية ومتابعي برنامج أضواء على العراق. في هذا الجزء سنتحدث عن فتاوى أطلقت عشية الاحتفال في عيد الميلاد ورأس السنة من قبل شخصيتان رسميتان، واحدة تمثل الوقف السني والأخرى تمثل الوقف الشيعي، أو على الأقل هم المتحدثين الرسميين بأسمائها. المحور الرئيسي اللي أنا الحقيقة يثير اهتمامي هو هل النسيج الوطني العراقي بخير وبأيادي أمينة عندما تطلق مثل هذه الفتاوى؟ سنتحدث إلى ضيفنا الغالي الدكتور بشير حسين كاظم اللامي من النجف، لنتوقف معه على فحوى هذه الفتاوى. أهلا وسهلا وصباح الخير عليك دكتور بشير. أهلا وسهلا أستاذ كمال، صباح الأنوار. شكرا جزيلا لك وشكرا لوقتك. عفوا، في خدمتكم. شكرا. حتما أنك استمعت وتابعت هاتان الفتوتان. السؤال لك، ماذا كانت الحكمة منها لو سمحت؟ خالص ودي وثائق تقديري لك أستاذ كمال وللقناة الآرامية على إتاحتها لي هذه الفرصة الثانية كي أتحدث فيها عن محاور آنية مهمة تخص الساحة السياسية في بلدنا العراق، كما أثني بشكري على مستمعي قناتكم الكرام. أما بصدد سؤالك حول الحكمة في حديث الشيخ الصرعي والسيد الموسوي، عزيزي وأي حكمة في حديث ما؟ لقد أي حكمة الحكي راعي حديثه الإعاد عن شعاف المجتمع، لا سيما أن المسيح هي ثاني أكبيانات في العراق وهي أقم من الفتاة الإسلامية في العراق، ثم أنه الشيخ الصميدعي
والسيد المولي قد أثار فتن وليس حتن، ولم يوفق في فتواه بل ردة الفعل كانت قوية من قبل الطوائف الإسلامية بمذهبها السوى الشيعي، فكانت المحاضرات تعد مراسيم الاحتفال ليلة رأسنا بما فيها العظمات المقدسة التي تم عتبات مقدسة كالنجف كربلاء ومراء والرمية. ترى النشأ هذا الجيل العراقي أصيل الراقي خرج إلى الشوارع مع شدة البرد، مع وقت شتاء كله بعض المحافظات فيها أمطار، خرجوا إلى الشارع وهم يباركون ويهنئون أخوتهم المسيحيين كي يترجموا هذه النحمة وهذا الولاء، حبهم لوطنهم، حبهم لكل الطوائف اللي موجودة في العراق، لا سيما الطائفة المعية التي عايشنا تلمدنا على أساتذة المسيحيين، أعطونا وأعطونا علم وأعطونا الأخلاق، أعطونا كثير من العلق والتوجه الشداد إلى بلدنا العراق. دكتور بشير، هذا الكلام أنت تقوله، وهذا الكلام الكثير من المثقفين وحتى عامة العراقيين يقولوه، لكن أنا ما زلت أبحث عن الغاية من هذه الفتوى. هل هناك محاولة لخلط الأوراق من جديد؟ هل هناك محاولة لإعطاء الضوء الأخضر للميليشيات ولداعش أن يطلع من جديد؟ العراق ما زال ينزف دماً من جرائم داعش التي اقترفت بحق أبناء المكون السني والشيعي وأبناء المكون المسيحي في سهل نينوى وأبناء المكون الأزيدي المسالم. طيب لما يكون هذا هو الجو العام ويطلع واحد صفح، ماذا سيكون رد فعل المؤسسات الأكبر؟ يعني من يطلع شخص ويتحدث، هذا ما قاعد يتحدث باسم دكتور، هذا قاعد يتحدث باسم مجموعة. بعدين هذا الشخص هو مسؤول إداري، هذا مو قاعد يعني قاعد بحسينية لو قاعد بجامع وفلتها لهاي الحكاية، هذا طلع متعمد بالتلفزيون أن يحكيها. تفضل. نعم، أولا عندما خرج وتحدث الصميدعي وعلاء الموسوي وهما يمثلان دوائر دينية مرتبطة بوزارة وزارة الأوقاف، خروجهم كما تفضلت مرتبطون بمؤسسات دينية، لكن التصرف هو خارج الساق الديني المقالي في المرجعية. ليش؟ انه بالنسبه الى على هو ليس محل الفتية وليس مصدر الفتاوى، وان ورجل لم يصل الى درجه الاجتهاد على المستوى الشيعي حتى يفتي ويدلي بدلواه الفقهيه، وانما هو رجل موظف يمارس عمله لاداره العتبات الموجوده في داخل العراق. وكذلك بالنسبه الى الشيخ الصميدعي، هو ليس محل الفتوى، لكن التصرفات هي كما تعلم العراق قتلته المتصل للاسف الشديد، هي المحافظه جعلت كل على ليلاه، كل تصرف بتصرف الذي يجبه. اما رجعنا الى حق الامر، انا لا اتصرف هناك ضوء له من المرجعيه، لا، المرجعيه لا كما وكما حدثت انا في لم سابق، هي العليا هي اللي تفتح الضوء الاخضر في مشروع عنية. المرجعية العليا المتمثلة بسماحة الله العظمى السيد الثاني هي أكدت لنا لحراكنا، أكدت لنا في تظاهرنا، كان يقف جندي ممثل المرجعية العليا عندما كنا في الصيف الماضي في التظاهرات. بدأ المرجعية العليا ما أعطت لهم ضوء، لكن هذه تصرفات هي تصرفوا بها قبال، لأنه هم يعيشون حالة الاستعلاء، حالة كما نقول هو يحس نفسه أنه هو يمثل المؤسسة، لا يمثلون أسسة دينية سواء شيعية أو سنية، وإنما هذه كما نقول الإلكترون خارج عن مداره،
انفلات. ودكتور بشير، دكتور بشير ويانا؟ تسمعنا دكتور بشير؟ يبدو الخط انقطع، رح نحاول مرة أخرى مع الدكتور بشير حسين كاظم اللامي من النجف. نعم مشاهدينا الكرام، كما تفضل الضيف، هؤلاء يعني كلاهما هما موظفان يعملان في وزارة الأوقاف، وخروجهم وهذا التوقيت وبهذه يعني الناس كانت بالأساس يعني كان أكو هناك أمر حدث بالعراق، أنا اللي أتصور هو اللي أثار هؤلاء الأشخاص لكي يخرجوا ويقولوا ما قالوه. ويانا؟ نعم، يبدو حصلنا الدكتور بشير مرة أخرى. معانا دكتور؟ ها أستاذ جمال. طيب عفوا، عذرا من لا لا ما يهم دكتور، مو إشكالية مو إشكالية، احنا يعني أتمنى أنا على المشاهد الكريم أن يصبر ويانا. دكتور، هناك أمور حدثت قبل الفتاوى أو قبل التصريحات اللي أطلقها السيد الصميدعي والسيد الموسوي، كان أكو هناك قرار وقع عليه رئيس الجمهورية الأمريكية السيد ترامب باعتبار ما جرى للمسيحيين واليزيدية إن كان على يد داعش في العراق وسوريا، اعتبرها جرائم جينوسايد إبادة. كان أكو هناك خطاب ألقى السيد رئيس الجمهورية في كنيسة مار يوسف في بغداد في القداس الاحتفالي عشية عيد الميلاد، وأيضا هناك حملة تضامن كبرى عالمية مع ما جرى للمسيحيين واليزيدية في العراق. هل هذا الرد هو بهذه الطريقة، يعني رد هؤلاء الناس هل هو الرد على ما جرى مثلا خطاب رئيس الجمهورية والقرار اللي وقعه الرئيس ترامب؟ تفضل. نعم، الخطاب هو كل عاقل كل إنسان يعي هذه الحالة الاجتماعية اللي يعيشها شعب متعالف منذ آلاف السنين، يعي هذه الحالة، هو يجب أن يكون منصفا لا سيما إذا كان على رأس هرم. فالسيد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية عندما ألقى بخطابه أو وقع، كان الغرض هو لإعادة هذا النسيج بعدما خرج كون هذا النسيج العراقي الذي اشتكى في جبهة رسال في صد الأعداء اللي هم الداعمين السلفيين، خرج ثور الشعب من هذا الصراع من هذا القتال من نفس الدين، فالمفروض أن يستقبل بورود المحبة بورود الألفة بورود الأخوة بورود الاهتمام الاعتناء درء الصدأ أو الذي حصل ما بيننا، ليس للغرض هو نحن نريد هذه الألفة إعادتها إلى حقها الطبيعي وإلى إبعادها ليس إلى الفرقة. ثم تصرف هؤلاء يعني الأخو السيد أن تصرف وأفتى بفتواهما تنصح التعبير هما فتواه، وإنما كما قلنا ليس بفتية إنما هو تصريح جانبي تنصح التعبير وانفعالي لم يترك أثرا، والدليل أنه هناك وجود انفعال قوي شارع العراقي، كما أنه موقف رئيس الجمهورية واقعا مخرجين رائع جدا في قضية إزالة أو إماتة هذا الإقدام الإدماتي المهجر الصعب
والعقل من اجل ممارسه الحياه الطبيعيه فيما ابناء الشارع بكل اطرافه بكل فسيفسائه. نعم. هناك امر اشرت اليه في حديثك الكريم لما اتطرقت وكما شاهد يعني شاهدنا سوية حجم الاحتفالات التي جرت بليلة رأس السنة، وأيضا شهدت المدن المقدسة كربلاء والنجف وسامراء ومدينة العظمية، شهدت احتفالات يعني لم تكن أنا بتصوري لم تكن حتى طبيعية. هل تتصور كانت رسالة إلى هذه العقليات؟ هل أنت تتلمس شيئا في المواطن العراقي الذي لا يريد أن يفقد ويمزق هذا النسيج؟ تفضل. نعم حبيبي، جميل ما تفضلت به يا أستاذ كمال. هي رسالة، وإلا بهكذا جو بارد بهكذا جو قارص خرجوا هؤلاء الشباب بالآلاف، ولا سيما أنا أؤكد على المدن المقدسة، كما عندنا النجف خرجوا بلاد بحيث شدة فوق، كذلك في أغنية وكذلك في كربلاء مقابل في الجانب في العظمية وسامراء. إذن هذه هي رسالة واضحة، نعم نعم للمحا، نعم للأخاء، نعم لعودتنا، كنا عليه تفرقونا تجعلونا طرائق قددة، نحن اجتمعنا وغلبنا في ديننا وعشنا في كل شيء، عشنا في هذا الطيب هذا البلد ليحمل الثقافه الارث بكافه ديان. العراق يملو الارث ديني الاداني سواء كان الارث الشيعي او السني، انما حمل كل الاديان اللي موجوده، فالعراق يحمل الايزدي، العراق يحمل الارث الشيعي والارث الصابئي والمانويه او المانويه في ميسن او مملكتان، وذلك في بقيه المدن في بابل، وان كان هناك السبيل الاول السبيل الثاني، ضم العراق هذه الحضارات وهذه تنوع في الثقافات. ارادوا في تصريحهم للاسف الشديد غير عقلي، ارادوا تفريق فتنه وتفريق الصف، لكن الشارع كان اوعى، الشارع كان نبه لهذا الحديث، فابتعدوا وعد هذا الفتوى عن تحرير، والشعب حدثوا الوطنيه يكتفوا بروح الاله الوطنيه الراقيه، فهم اصلاء هؤلاء الشباب عندما وهم يهتفون بروح الاله ويهتفون اعياد في السنه الاديه اللي ميلاد سيدنا عليه السلام. دكتور بشر، في كلامك اشرت الى هذه الروح الساميه لدى كثير من الناس أو لدى معظم العراقيين إن صح التعبير، لما توفر لهم مناخ وجو طيب ما تشوف عند العراقيين إلا الطيبة، وهم داخلا هم رافضين لهذه العقليات الطاردة للنسيج الوطني وللمحبة وللألفة ما بين العراقيين. أنت ناشط مدني وذائع الصيت ومعروف في وسطك، إن كان وسط المثقفين أو وسط المدنيين، وكذلك أنت تطالب أو أنت تدافع عن العدالة والمساواة، هل يكفي أن يكون المواطن يحمل في قلبه هذه الروح السامية، أم يفترض أن يكون هناك شيء أكبر من ذلك، شيء تتلمس من خلال عمل مؤسساتي، عمل تنغمر به الدولة لتعزيز هذه اللحمة والألفة الوطنية؟ تفضل. شكرا. احنا في حراكنا المدني، هذا الحراك الذي انطلق بأفراد معدودة الآن بدأ يأخذ
موقع الطبيعي في المحافظات أجمع. بدأوا يتحركون وبدأت التنسيقيات ريال المدني تستفع أكثر يوما بعدهم ونشاطها يزداد في المحافظات، ثم متوجه لهذا بعد أن كسوا مما حصل في دائرة خلال 15 عام لم يحصل. وأنا أؤكد على حد الشباب مثلوا على المربي لن على المعد، والمعلي عليه السلام لولا المربي ما عرف. إذن أنت مهم من المربي الذي يدلون في بناء المسيرة قاسي لهؤلاء، في إعداد برنامج قاسي لهؤلاء الشباب الذين يجب الملايين. من الذي فإن لهم الشارع المدني، وهناك حوارات موجودة، هناك رسائل إلى دولة الوزراء السيد عبد المهدي مدير الباح على هذا المدني، وأعضاء أخبار ويد العون يد المساعدة من أجل الوقوف بهذا البرنامج الرائع، وخصوصا أوساط الجامعات وموم هذا النشاط ليمكن الوصول إلى خير الدولة المدنية العالية في ربوع العراق من شماله إلى غربه. عملك مع جميع الأخوات والأخ المنغمرين في هذا النشاط المدني ودعوتكم إلى الدولة المدنية، دعوتكم إلى نبذ نظام المحاصصة وهذا العقلية الطائفية الضيقة اللي موجودة، هل تعتقد بأن هذا هو صمام الأمان للعراق؟ وهل هذا الصمام هو صمام واقعي أم نحن نتحدث عن خيال وعن سراب؟ تفضل. شكرا لكم أستاذ كمال. هذا الصمام صمام الأمان هو صمام عقلي، العقل اختارته أوروبا، وعندرته أوروبا نجح في تطبيق برنامج الدولة المدنية عندما أنطت في مشروع في ثورات الثقافية بلغت حققت آيات الويد والفيما بين أبناء الصباح، وكذلك الرفاهية الكنيسة أخذت نشأة الطبيعي وصرت ومجتمع ودولة أخذ برنامج الطبيعي. كنا نحن نطمح كما رأينا هذه الرحى حتى في حسنة السابق على مستوى الدولة الدينية كما قلنا الدينية تسجد لها في المنورة الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول للأسف اختار الدولة المدينية لأنه وجد فيها هي الملك، وجد هي التي روح الأخوة والمحبة فيما بين هناك سواء كانت المية أو الدولية في المسلمين هناك. إذن المشروع عندما نحن نطالب به جزام ولا نريد به رياء، ولا نطالب به سكن، ولا نطالب من أجل الاعتداء إلى سدة السواحل، لم نلزم أو لم نحكم البلاد. نحن نريد هذا المعي يتحقق من أجل إرساء مفاهيم العدالة، قبول الآخر، مفهوم الأقلية والهية، هذا الذي نبحث عنه في بوعنا. لذلك نجد عندما راح هذا في أي ندوة وفي أي محافظة وفي أي قصبة نجد هناك قبول وارتياح وإنان لما نطرح، لأنه المقبول ما فيك يظهر على فيك، فما في دمنا ما في خوالفنا هو المشروع اللي يشدنا إلى وطننا ويشدنا حب وطننا. والرسول الأكرم صلى الله عليه وآله حب الوطن من إيمان، فنحن نطلنا ونطمح بتحقيق هذه الدولة المدنية بمواسع وطنية خالصة. نحن ندعم بأي دعم مال، إنما من رواتب نحن موظفون بالدولة من رواتب نقتطع من هذا الراتب أجل ديمومة تنسيقية المحافظات. نحن نعمل حبا ملا، حبا هذه الألفة، حبا لهذا أخي فيما بينه. دكتور بير، ونقترب من هذا اللقاء، ما هي كلمتك للمشاهد الكريم؟ ما هي هل تحمل رسالة تطمئنه بأن أكو هناك في هذا الوطن أناس مخلصين يعملون من أجل دولة العدالة، الدولة الإنسانية، الدولة المدنية التي تضمن المساواة ما بين كل أبناء الوطن؟
ما الذي تريد أن تقوله؟ وهل يكفي فقط أنتم تعملون بالعراق؟ طيب، وماذا عن الملايين اللي موجودة بالخارج؟ ألا يمكن أن تكون ظهيراً وسنداً لمسعاكم النبيل هذا؟ تفضل. نعم، شكرا أستاذ كمال حبيبي. بالنسبة للتواصل فيما بيننا نحن في داخل العراق والأخوة في خارج العراق وفي مختلف الدول، لدينا تنسيقيات للتيار المدني ولها لقاء سنوي سواء كان في أمريكا أو في كندا أو في مختلف الدول الأوروبية. هناك لدينا تنسيقيات، وهذه التنسيقيات تعقد اجتماع سنوي فيما بينها وتطرح أو تبحث برنامجها المدني المطروح. فهناك تواصل ما بين الداخلي والخارج. وأنا كما تفضلت في نهاية حديثي في هذا اللقاء المثمر الجميل، وإن كانت هناك بعض التلكؤات على مستوى الشبكة، شبكة الاتصال شبكة ضعيفة للأسف الشديد، أتمنى أن تصير رعاية لها من قبل وزارة المواصلات حتى أو عفوا وزارة الاتصالات كي تفعل هذا البرنامج والتواصل شيء معادي بدون تلاعب. أقول أن كل الأديان أديان رفع لافتة كبير لافتة هي تحمل هذا المنشئ المحب والسلام شعارا لها. مديان الآن أخص بالذات السماوية اللي هو المسيحية، ودام رفعت شعار الراقي الممتع. كما نقول أن الشعب الراقي ومنذ قديم الزمن هو شعار في الصديق ولا عدو، فهم يانون بفقهم لروح الأولى والصداقة الألفة والمحبة والسلام في منهم. نعم، أنا ممتن لك دكتور بشير. شكرا. أولا شكرا لدورك الكبير وما تقوم به. بالرغم من هاي الإمكانيات أنت وكل الأحبة اللي يعملون معاكم إن كان في النجف أو إن كان في المحافظات الأخرى، شكرا لوقتك وشكرا لطيب عقلك وما طرحه من مبادئ نبيلة وإنسانية. شكرا جزيلا دكتور بشير. شكرا لكم. انا كذلك اختتم حديثي بجزيل الشكر والامتنان لك عزيزي استاذ كمال لاتاحتك لي هذه الفرصه الطيبه للتحدث في امور هي موضع اهتمام واعتناء بلدنا الطيب العراق، وفي امان الله وحفظه. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، ارجو ان تبقوا معي لحظات وأخذكم إلى صباحات موصل الحدواء الغالية. ابقوا معنا رجاء. أهلا وسهلا مشاهدي الفضائية الآرامية ومتابعي برنامج أضواء على العراق. في هذا الجزء مشاهدينا الكرام سنتوقف قليلا أمام محنة النازحين وسكنة المخيمات في الموصل. هذا الشعب المنسي، هذا الجيل الذي لا نعرف بأي اتجاه سيتجه، وللوقوف على أحوال أهلنا في هذه المخيمات يسعدني أن أستضيف من مدينة الموصل الناشط علي الأحمد، متطوع في المجال الإغاثي والإنساني والتعليمي، حاصل على بكالوريوس علوم حياة من جامعة الموصل، مسؤول فريق معا نبني المستقبل التطوعي، يعمل مدرس مجاني في إحدى مدارس الموصل، عمل في جانب إغاثة أهلنا في المخيمات وتسهيل مهمة عودتهم من خلال توفير ما يحتاجون مثل حفر الآبار أو ترميم بعض البيوت، إضافة إلى توفير المواد الغذائية واللوجستية. اهلا وسهلا وصباح الخير عليك عزيزي علي. استاذ كمال، واشكرك وتحيه طيبه لك وكادر قناه الاراميه والمشاهدين الكرام.
شكرا عزيزي. يا ريت لو تحدث المشاهدين الكرام، لأن الموصل يفترض تحررت منذ عام، يعني فكرة المخيمات وفكرة النازحين كانت على طبق ملتهب قبل ما تتحرر من داعش، لكن الآن أصبحت ما أدري يعني الإعلام يتناولها ما يتناولها. يا ريت لو تعطي صورة للمشاهد الكريم عن عدد مخيمات النازحين في الموصل، أين تتواجد، في أي المناطق، وما هو العدد التقريبي لسكانها؟ تفضل. نعم شكرا استاذ. طبعا استاذ اذا يعني اتكلم لك على عدد المخيمات الموجوده في الموصل وفي محافظه نينوى عموما، يعني تشعر بالالم والحسره، لان يعني بعد مرور عام ونصف على تحرير الموصل لا زال هنالك الكثير من اهلنا يسكنون في هذه المخيمات. طبعا العدد المخيمات يصل لحدود 20 مخيم يعني في محافظه نينوى عموما، إذا أضفنا لها المخيمات الموجودة تربيل ودروك. طبعا فقط في جنوب الموصل يوجد يعني 10 مخيمات في جنوب الموصل، في ناحية الحمام عندنا مخيمين، هو مخيم الحمام واحد وحمام مخيم الحمام الثاني اللي هو المخيم الأمريكي، وهذا المخيم فيه حدود 6000 نازح لا زال يسكن هذا المخيم. وطبعا كنت في زيارة لهذا المخيم قبل يومين أو ثلاثة أيام. وعندنا مخيم الحاج علي اللي أيضا يعني يسكن ويقطن حدود 20,000 نازح، ومخيم المدرج اللي فيه حدود 35,000 نازح، ومخيمات الجدعة 1 و2 و3 و4 و5 و6. هذه المخيمات الجدعة فيها 80,000 نازح، طبعا هاي التقديرات الآن يعني ليست قبل طويلة. وعدنا أيضا في شرق الموصل مخيمات أو جنوب شرق الموصل في مخيم النمرود 1 والنمرود 2 أيضا فيه بحدود يعني 6,000 نازح، ومخيم السلامية 1 و2 و3 أيضا يصل العدد إلى حدود 8,000 إلى 9,000 نازح، ومخيم ديبوغا فيها أيضا بحدود 3,000 نازح، إضافة إلى المخيمات الموجودة شمال الموصل مخيم حسن شامي ومخيم الخازر اللي فيها تقريبا بحدود كل مخيم 3,000 نازح. المخيم الموجود في غرب الموصل اللي طايفة الجليدية مخيم جبل سنجار أيضا فيه بحدود 2,000 إلى 3,000 نازح، إضافة إلى المخيمات الموجودة في داخل أربيل اللي يسكنها أهل الموصل يعني لا زال منذ سنوات، والمخيمات الموجودة أيضا داخل دروك. فالمخيمات لا زالت يعني موجودة ولا زالت يعني لا زال الناس موجودين بها، والأعداد لا زالت يعني عالية جدا. يعني ال حسب احصائيات وزاره الهجره قبل فتره انه المخيمات فيها يعني العدد يصل الى الذين يقطنون المخيمات حدود يتجاوزون 300,000، والان الاحصائيات الموجوده الان انه عدد النازحين الموجود في المخيمات يتجاوزون 200,000، يعني اذا نحسبها نسبه وتناسب يعني من اللي رجعوا الى مناطقهم لا يتجاوز 20 او 25% فقط، ولا زال على الاعداد مأهولة موجودة في هذه المخيمات. نعم استاذ. عودة النازحين، هل ما زالت الموصل ما زال الركام موجود؟ هل شقت الطرق؟ هل وفرت البنى التحتية؟ يعني الواحد بعدين كم مضى على هؤلاء الناس في هذه المخيمات؟ تفضل. نعم استاذ. طبعا فتره مكوس النازحين في المخيمات يختلف من مخيم الى اخر، هناك مخيمات اسست من اللحظات الاولى لدخول تنظيم داعش الارهابي الى مدينه الموصل، خصوصا انه التنظيم عندما دخل الى هذه المحافظه
كما تعلمون قام بتهجير يعني الأخوة المسيحيين وأبناء الطائفة اليزيدية، فهؤلاء يعني سكنوا في المخيمات منذ السنوات الأولى لدخول داعش، يعني بقالهم يعني صار لهم متواجدين في المخيمات يعني منذ ما يقارب 3 إلى 4 سنوات، وصلوا الآن 5 سنوات متواجدين في هذه المخيمات. وبعد ذلك بعد بدأت المعاناة الناس وبدأت الناس تخرج وتهرب من ظلم داعش وبداية العمليات العسكرية، بدأت المخيمات تنشأ من قبل وزارة الهجرة والمهاجرين ومن قبل الدول الصديقة للعراق، فبدأت المخيمات تزداد في شكلت في جنوب الموصل وإلى المناطق الأخرى. نسبة الرجوع تختلف من مخيم إلى آخر، يعني في عند انتهاء عمليات التحرير في الجانب الأيسر رجعوا الأهالي بسرعة، وفي الجانب الأيمن أيضا شهدت عملية رجوع في الجانب الأيمن، خصوصا المناطق التي لم تتأذى من العمليات العسكرية مثل منطقة وادي حجار، المنصور، الأمون الجديدة، هذه المناطق اللي رجعوا الأهالي لها بشكل يعني سريع جدا، لأنه وضع المخيمات وضع مأساوي يعني لا يسر شخص إذا يبقى فيه، فرجعوا هؤلاء. أيضا إذا رجعوا في ناحية شهدنا عملية رجوع للأهالي في ناحية زمار وربيعة والمناطق القريبة منها، أكو هنالك قسم من الأهالي لا زالوا في المخيمات ما رجعوا، لأنه قد يكون أنه مناطقهم غير مهيئة ولا توجد فيها خدمات أو أنها غير جاهزة للعودة، مثل مناطق سنجار والبعاج والقيروان، وأيضا في داخل الموصل منطقة القديمة ما تعرفون وشاف العالم أنه المأساة اللي حصلت في المدينة القديمة وبيوت هدمت على فيها يعني هدمت على رؤوس أهاليها ونتيجة كله في سبب العمليات العسكرية، وأصبحت البيوت مهدمة بشكل يعني 100%، فلا يوجد لهم مكان لكي يعودوا إلى بيوتهم، فهؤلاء لا زالوا في المخيمات لم يعودوا لأن مناطقهم غير جاهزة وغير مهيئة للعودة. نعم. طيب خليني أسألك أستاذ علي، أي مستقبل ينتظر هؤلاء الناس؟ أي مستقبل ينتظر هؤلاء الأطفال، هؤلاء الشيوخ الكبار المرضى الفتيات؟ ما الذي يعني انت هسه من تروح الى مخيم وتقعد ويا عائله او ويا ناس لهم سنه لهم سنتين لهم ثلاثه، ما الذي تبقى لهم؟ طبعا استاذ يعني هذا الامر يعني عندما اتكلم به يعني تشعر صراحه بفرقه والم، لأن يعني أنت ترى أبناء مدينتك ونينوى معروفة بتاريخها وأهلها وطيبة أهلها وحبها للحياة وعملها، كانوا أهل نينوى يسكنون في هذه المخيمات، وحال المخيمات يعني واضح للقاط والداني، يعني المخيم هو حالة إنائية وقرارية وجدت لخلج أمر نزوة عمليات عسكرية، فوجد بحالة وقتة لا يمكن أن يكون مكان سكن أيمي، يستحيل هذا الأمر لأنه استمرار يعني يؤثر على الناس اللي يسكنون فيه، فالتب إلى المخيمات تقي هنالك بالآلي كلهم أل وكلهم شاور على مناطقهم وينتظرون المناسبة للعودة إلى بيوتهم ومناطقهم، يعني لا مستقبل في هذا المخفراحة، المستقبل في بيته في منطقته وطالب في مدرسته وفي جامعته، والمستقبل في العودة إلى مناطقهم، ولكن معاناتهم هم يقولون إحنا كيف نرجع، يعني إحنا نحتاج إنه الحكومة تساعدنا بهذا، أنا إذا ما عندي بيت فقدت بيت فقدت أملاكي وما عندي إمكانية إنه أجيت أو أسكن بالجار، فأحتاج حكومة دعم وتساند، فبقائي فيها المخيم رغم المعاناة اللي بيها والمأساة اللي بيها مضطر للبقاء اللي هو لا يملك شيء كي يعود، يعني هو البيت ما داره اللي هو سنوات يلا قدر يحصل عليه فقد بلحظة معينة، فكيف يرجع كيف يعود ما الحكومة تساعد عنده في هذا الأمر، وإن كان الآن قسم المنظمات والخيرين المتبرعين ساعدون الأهالي يرمين بيوتهم وفي
عودتها صرف المنطقة القديمة لك يعني متبرعين كثر منظمات كثر ساعد أهالي من خلال ترميمهم وتعمير بيوت لكي تساعدهم للعودة لأنه يعني الوضع في المخيم يعني وضع يعني غير وضع يعني غير 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 جيد فيحتاج إنه دعم أكثر ساعدتهم لكي يرجعوا إلى مناطقهم. نعم أستاذ. طيب أستاذ علي خليني أسألك أنت تحدثت حول هذه المخيمات والحاجة يعني حتى الواحد لا يتخيل بأنه ذول الناس قاعدين وعندهم اير كونديشنات وعندهم ثلاجات وغرف مؤثثة من الذي يصرف على هذه المخيمات؟ ما دور الحكومة؟ ما دور المنظمات الدولية؟ وهل ما يحتاج أبناء المخيمات هم فقط الأدوية ولا هناك أمور أخرى أنت أدرى بها لأنك قريب من هؤلاء الناس وقريب من معاناتهم؟ تفضل. نعم طبعا من يصرف على المخيمات يعني نقولها يعني للأسف يعني لولا المنظمات ولولا المتبرعين ولولا الناس الخيرة التي تتبرع في المخيمات في ساعد الأهالي لأصبح الوضع يعني لازداد يعني المعاناة ازدادت أكثر والأمر ازداد سوءا أكثر. فاللاعب الأساسي في المخيمات في اللي من حيث الدعم للناس هي المنظمات وتعرف أنه كل مخيم هنالك منظمة تشرف عليه وهي التي تساعد الناس وتوفر لهم السلات الغذائية والمواد العينية التي يحتاجوها إضافة إلى الدعم الصحي والشيء الآخر. الحكومة يعني دعمها يعني جدا بسيط يعني المنظمات هي اللي أسست مراكز صحية في كل مخيم وأسست مدرسة للأطفال الصفوف طبعا الغير منتهية إضافة إلى الدعم اللي كانت قد منظمات دعم نفسي ودعم مهني وإدخال بعض الناس في دورات تعليم بعد بعض الحرف وبعض المهن. والدعم الحكومي إن وجد يعني وهو يعني موجود لكن ضعيف جدا وإن وجد يعني يتم ما يتم تخصيصه للنازح لا يصل منه يعني إلا الجزء القليل والضئيل. يعني هذه هي المشكلة وهذا الذي يجعلك يعني تشعر بالألم والحسرة أن الذي يخصص للنازح لا يصل منه إلا الجزء القليل يعني أما الباقي فيذهب إلى جيوب الفاسدين والسراق وهذا الأمر يعني ليس بخافي على أحد وكلنا سمعنا عن بيع السلات الغذائية في السوق السوداء يعني السيارات بالتريلات باعت في السوق السوداء والتلاعب بمقدرات النازحين والخيام والمخيمات التي أسست كلها يعني لم تؤسس وفق المواصفات التي يعني التي كانت بإشراف الوزارة لم تنشأ وفق المواصفات التي أريد لها يعني أصبح هناك تلاعب في الأمر. فالوضع يعني لولا هذه المنظمات ولولا دعمها لكان الوضع أكثر يعني معاناة وأكثر يعني معاناة للناس. فالغياب الدولة الحكومي غائب جدا عن هذا الأمر. فالناس طبعا احنا نقدم شكرنا لكل المنظمات الدولية والمحلية والتي ساعدت النازحين وقدمت لهم الدعم الحقيقي حتى يتجاوزوا هذه المحنة. فنحن يعني ممنونون لكل من ساعدنا وساندنا حتى نتجاوز هذه المحنة لأنه ما تعرضت له المنظر يعني أمر يفوق الخيال ومعاناة كثيرة. فنشكر كل من ساعد وقدم لنا المعاداة وساعدنا للتقليل من هذه المعاناة التي يوفيها. نعم أستاذ. بود أن أسألك هل ما تفضلت به عن قضية المساعدات هو موقف أم تقصير أم ناتج عن الفساد؟ وعندما تقول منظمات وجمعيات هل هي جمعيات محلية منظمات محلية أم منظمات دولية وهل يحضر في بالك أسماءها؟ تفضل. نعم
طبعا التقصير، اذا تكلمنا عن التقصير بالجانب الحكومي يعني هو تقصير لا نستطيع ان نقول هو متعمد، ولكن يعني التقصير انه تخلي عن مسؤوليه عليهم ان يقوموا بها يعني تجاه النازح. المنظمات اللي تعمل في الموصل في المخيمات، يعني عندنا في مخيمات الجدعة منظمة ار ان دي بيو، منظمة يعني رائدة في هذا المجال، وهي اسست يعني الكثير من هي اسست هذه المخيمات ولا زالت يعني تساند وتدعم النازحين في هذه المخيمات، في مخيمات الجدعة، وايضا منظمه ان ار سي ايضا من المنظمات الفاعله في المخيمات، اضافه لمنظمه داري الانسانيه، منظمه يعني عراقيه ومنظمه رائده في نينوى، وقدمت الدعم الكثير خصوصا في المجال الصحي، يعني صاحبه العيادات المتنقله فكان لها دور كبير في الدعم الصحي للنازحين، اضافه انه الى منظمات محلية أخرى وفرق تطوعية كثيرة ساندت وقدمت الدعم للنازحين. نعم. أنت مسؤول فريق معا نبني المستقبل التطوعي، هل ممكن أن تتوقف على عملكم؟ ما الذي تقومون به؟ متى تأسس هذا الفريق؟ ممن يتكون؟ هل أنتم شباب فقط أم معاكم شابات؟ هل فقط أنتم من الموصل أم من باقي بلدات سهل نينوى أم معاكم ناس من المحافظات الأخرى؟ تفضل. نعم، طبعا فريقنا فريق مع نبني المستقبل تأسس بعد انتهاء عمليات تحرير الجانب الأيمن، يعني في شهر السابع تقريبا 2017. من انتهت العمليات ونزوح الأهالي كان كبير جدا من المناطق الجانب الأيمن. طبعا أنا حسا كانت المناطق الجانب الأيمن، فجلست أنا ومعي كثير من أصدقائي اللي هم كانوا معي بالفريق، يعني أذكر منهم ولازلنا طبعا دعم الأخ أحمد الجبوري والأخ برحان وانضم لنا بعدين أخ أحمد حازم وآخرين كثر، بدينا بأربع خمسة أشخاص. فلما اجتمعنا يعني قلنا أنه لازم تكون لنا يعني دور في هذه المحنة، فذهبنا للمخيمات. المخيمات يعني كان المنظمات والفرق كثار الدعم لها، فاتفقنا قلنا خلي نعمل بأمر معكوس، خلي نذهب للمناطق نهيئ المناطق لكي نساعد الأهالي، لأنه لمسنا من بعض الناس في المخيمات تريد ترجع لمناطقها، ولكن تقول على إيش أرجع؟ يعني لا يوجد خدمات، ماكو ماء، لا يوجد أي خدمات أساسية. فرجعنا للمناطق، زين إحنا رجعنا للمناطق إنه اتفقنا تكون البداية من المدارس، لأنه حتى نغير الواقع اللي إحنا فيه لازم ننظر للمستقبل، المستقبل ينطلق من خلال المدارس. فذهبنا إلى مدراء المدارس وتكلمنا معهم إنه ضرورة يعني نهيئ المدارس استقبال الطلاب، فقمنا بتنظيف المدارس وحفر آبار في المدارس، والمدير رجع بعد ذلك إنه الأهالي ذهبنا لهم، يعني النازحين موجودين بالجانب الأيسر وفي المخيمات، طلب منهم العودة وتعهدنا لهم انه راح نحفر ابار في مناطقهم، وحفرنا نعم في يعني متبرعين ومنظمات حفرنا ابار في المناطق، وقدمنا لهم سلات غذائيه، يعني تكلمنا معهم السلات اللي تجيكم من المخيمات راح نحاول نجيب لكم مثلها في المنطقه اللي انتم ساكنين بها. فكان يعني تعاطف من عندهم وقبول اللي راينا، فرجعوا لمناطقهم فحفرنا ابار لهم في المناطق وحلينا مشكله الماء والسلات الغذائيه، كذلك كنا نعطيهم سلات غذائيه يعني تكفيهم مده شهر، وبعد ذلك الامور تتوالى. طيب استمرينا بهذا العمل الى انه رجعت الاهالي الى مناطقها. فريقنا طبعا فريق متنوع، فيه الشباب يعني الخريجين، وفيه المدرسين، وفيه الطلاب اللي لا زالوا طلاب، وفيه ايضا معنا يعني طالبات او بنات في الفريق، وفريق متنوع. نعم. طيب استاذ علي، هل ممكن تسميه بعض المناطق التي عملتم بها
بعض أسماء المدارس اللي أنتوا نظفتوها، بعض المحلات والطرقات اللي أنتوا نظفتوها، لأن يعني جميل أيضا للمشاهد الكريم، هناك كثير من الأسماء اللي يعرفها أو المناطق اللي يعرفها، زين أن يعرف بأن خلف هذا العمل أكو ناس لا يريدون أن يظهرون بالوجه، إحنا نسميهم دائما ملائكة مجهولين أو جنود مجهولين. تفضل. نعم. طبعا المناطق احنا بدايتنا كانت في من منطقة الإصلاح الزراعي في الجانب الأيمن، هاي المنطقة كانت انطلاقتنا من عندها. فأول ما بدينا نظفنا مدارس، مدرسة الفارس العربي اللي هي مدرسة يعني ابتدائية فيها ثلاث وجبات، ومدرسة ومتوسطة العداس، ثم ومدرسة الفراقة، انطلقنا بعد ذلك إلى مدرسة الخضراء ومدرسة دار العلوم للبنات ومدرسة الفاروق في منطقة الورشان، ومدرسة الإيثار في الرفاعي، منطقة الرفاعي. بعد ذلك يعني ذهبنا إلى منطقة التموز ومنطقة منطقة مدرسة الخنساء، وإلى مدرسة إلى منطقة بشير، فالمناطق كلها المحيطة، وإلى منطقة الهرمات نظفنا أيضا مدرسة هنالك، وأيضا الشوارع تموز يعني شارع الاقتصاديين اللي يعني يعرفون المشاهدين شارع الاقتصاديين في تموز، طبعا قمنا بتنظيفه بالتعاون طبعا مع فريق أو نينوى أولا، ومع فريق شباب الأمل أيضا فريق تطوعي كان موجود في منطقة تموز بالتنسيق مع البلدية، قمنا بتنظيف هذا الشارع وفي تشجيره أيضا يعني شارع الاقتصاديين، وأيضا كان لفريق شباب الأمل قاموا بإنارة الشوارع. بعد ذلك يعني بعد ما تمينا انتقلنا إلى منطقة المنصور، قمنا بتنظيف المعهد التقني والتنظيف أيضا المدرسة هناك، وبعد ذلك ذهبنا إلى منطقة المأمون طبعا بالتعاون مع الفرق التطوعية الموجودة غادي وفريق أم الربيعين. بعد ما كملنا الأمور دخلنا إلى الموصل القديمة طبعا، وهنا يعني فريقنا كان فريق تقريبا من أوائل الفرق اللي دخلت إلى الموصل القديمة، فكانت يعني قمنا بتنظيف المركز الصحي الموجود بباب البيض، يعتبر أكبر مركز صحي بالجانب الأيمن حتى تكون هو أرضية لانطلاقتنا، وعملنا بالتعاون مع الفرق التطوعية أخرى يعني عملنا بازار في المنطقة القديمة بالتعاون مع فريق مثابرون للخير للأيتام اللي رجعوا الموجودين في 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 المنطقة القديمة، كان في منطقة باب جديد منطقة العقيدات، عملنا هنالك بازار بالتعاون معهم في للأيتام. فبعد ما الأمور مشت وبدت الحياة يعني تعود في هذه المناطق نوعا ما، ذهبنا إلى الجانب الأيسر، قمنا بتنظيف يعني كلية طبعا بطلب من الوقف السني كلية الإمام الأعظم، وأيضا المعهد التقني. نعم. يا ريت لو تعيد الاتصال ويا رجاء. الحقيقة ما تفضل به الأستاذ علي الأحمد هي صورة، وللأسف الشديد مشاهدين الكرام، صورة تبعث مو بس الحزن، يعني تبعث حتى إلى الكآبة عندما نشاهد آلاف الناس تسكن مخيمات لا تعلم متى ستعود. هذه المخيمات عواصف، كان عندهم سيول قبل فترة، أمطار، برد، ثلوج. نعم هناك بعض المدارس اللي أسسوها، لكن الناس ما مستقرة، الناس عارفة كل الزين حياتها ما ممكن أن تقضيها في خيمة. هاي الخيمة لا بها خصوصية، لا بها، تعرفون أنتوا الإنسان يريد ينام بمكان، يريد يعيش بمكان. معانا أستاذ علي؟ نعم وياك. نعم نعم. أنت كنت تتحدث عن بعض المناطق
اللي نشدت بها. أنا أشكرك على هاي الصورة، لكنه دعني أسألك أستاذ علي، ما تقومون به هو عمل كلش كبير، هو إعادة عمران البناء والطرق والمدارس، ماذا عن إعادة عمران النفس؟ ماذا عن إعادة عمران العقل؟ أنت تعلم جيدا بأن محافظة نينوى واحدة من المحافظات التي فيها تنوع كبير ديني وقومي وطائفي، وهناك مثل أبناء الموصل اللي دفعوا ثمن، هناك أناس آخرين دفعوا ثمن اللي هم المسيحيين وأبناء المكون اليزيدي المسالم. كيف تجري الأعمال وما هي المواقف من بعض الأصوات النشاز التي ما زالت تحمل الضغينة وما زالت تدعو للفرقة ما بين أبناء المحافظة الواحدة وأبناء الوطن؟ تفضل. نعم أستاذ، طبعا هذا الأمر هو أحد يعني الآن توجهنا له بعد ما الأمر بدأ يعني ينتج استقرار نوعا ما، هي بناء الإنسان والاعتناء بالإنسان قبل كل شيء. نينوى أو العراق هو العراق للجميع ويتسع للجميع، ونينوى معروفة في طوائفها وفي تنوعها وقوتنا حقيقة تنوعنا. يعني أنا أذكر إنه في الكلية أصدقائي يعني كثيرين هم اللي كانوا معايا من هم أخوتي المسيح اللي كانوا معانا، وأساتذتي اللي درسوني في الكلية كلهم هم أذكرهم لحد الآن يعني أقدم لهم التحية. يعني الدكتورة غادة كانت المشرفة عليا في البحث مالي، يعني الدكتورة اعتز بها وكنت أنا حط طلابها وهي يعني مسيحية، لكني ما فكرت بهذا اليوم يوم في الأيام إنه هي مسيحية وأنا مثل هاي الأمور لم تكن موجودة في نينوى أبدا. الآن يعني هذه الأمور والدورات اللي نحاول نعملها ونجمع الشباب حولها هي اللي تعزز التعايش السلمي الحقيقي في نينوى، واللي يصير إنه اللقاء بين المسيحي والمسلم واليزيدي كلهم كلنا يعني نينوى تجمعنا كلنا. هذا التوجه الآن موجود في الآن، أنت عندما تتجول في الموصل يعني تشعر بالفرح، يعني رغم المعاناة الموجودة في نينوى والمأساة الموجودة في نينوى، ولكن من ترى تشوف بالجامعات وبالطرقات تشوف الناس يعني فرحانة، والناس تشارك الناس بأعيادها وأفراحها، يعني في أعياد المسلمين وفي أعياد النصارى، يعني تشعر أو أعياد المسيح تشعر بالفرح تشعر بالسرور. يعني وسمعنا وشفت العالم كله شاف كيف نينوى احتفلت في المنصة في رأس السنة الميلادية، والمتواجدين يعني جلهم مثل كلهم مسلمين. يعني لا نفكر احنا في هذا، احنا اي عيد يجد نينوى تفرح به، يعني هذا التعايش السلمي موجود في نينوى منذ القدم. فالموجود الان في نينوى انه كل الناس متكاتفه وكلها يعني يد واحده، اما الاصوات اللي تخرج هنا وهناك، يعني الشيخ قبل الشيخ بشير يتكلم على هذا الامر، هذا يعني كل هذا الكلام يجد نفسه وحيدا، يعني لا يجد له اذان صاغيه في نينوى الان. كل من يتكلم ويدعو الى ان يتكلم على اقليه واكثريه وهذه الامور لا يجد اذان صاغيه في نينوى الان. الشباب في الموصل شباب واعي، شباب فاهم، شباب فهم الدرس وفهم انه كلنا يد واحده، كلنا معا لبناء نينوى بناء حقيقي. فالشباب واني من هاي المنبر ادعو انه يكون للشباب بعد دور اكثر في في في, في البناء الحقيقي، لان هم ركيزه هذا ركيزه البناء الحقيقي للموصل. فاحب اطمنك استاذ واطمن العالم جميعا انه نينوى يعني تكاتفه ونينوى موحده فيما بينها، ولا يوجد فرق ابدا يعني
بين هذا هذه الطائفة أو تلك الطائفة، كلنا يد واحدة. يعني داعش جاء هو وأراد أن يفرق ولكنه يعني لم يحقق شيء، والآن التكاتف الموجود في نينوى يجعلك تشعر بالفرح وبالسرور. نعم استاذ. عزيزي علي، هناك الكثير من الأخوة والأخوات اللي يشاهدون هذا البرنامج ويتابعون هذا اللقاء معك، ربما لا يعيشون بالعراق، موجودين خارج العراق. ما هي الرسالة التي تحملها لهم؟ وهل يكفي أنتم فقط تحملون هذا الثقل وهذه الأعباء، أم هناك دور لأبناء نينوى اللي موجودين بالخارج أو أبناء العراق اللي موجودين بالخارج لكي يكونوا ظهيرا لكم؟ تفضل. نعم طبعا أستاذ، أنا أحب أوجه يعني نداء لكل أخوتي في العراق على اختلاف يعني إذا صح الكلام مذاعيلهم ومللهم. نينوى بحاجة إلى وشباب نينوى وأهل نينوى بحاجة إلى دعمكم وبحاجة إلى اعتنادكم، كل حسب موقعه وإمكانياته. يعني الذي يستطيع أن يقدم لنينوى إذا كان يمتلك أو ميسور الحياة يستطيع أن يقدم لنينوى أو لأبناء نينوى ليعجل في عملية الإعمار للبيوت ودعم الأهالي، فنينوى تنتظرون هذا الدعم الذي يستطيع أن يدعم الشباب ويدعمه في جانب ثقافي، في جانب تعليمي، في جانب علمي. فنينوى ترحب بهم وتتمنى منهم أن يقدموا ذلك، والذي نريد منهم أيضا أنه يوصلوا رسالة نينوى ويوصلوا معاناة نينوى، وبنفس الوقت يوصلوا أمل نينوى في الحياة. إحنا لا نريد فقط أن يتكلمون عن المعاناة اللي نحن فيها، يتكلمون على المعاناة ويتكلمون أيضا أنه بقدر هذه المعاناة وبقدر ما موجود في نينوى من مآسي، أبناء نينوى يحملون من 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 الهم ومن الروح لإعادة العمل وإعادة الحياة في نينوى بقدر هذه المعاناة وأكثر. ولكن الوضع أحيانا القيود الموجودة، القيود الاقتصادية الصعبة تجعل العملية بطيئة جدا، فنحتاج دعم إعلامي، دعم إيصال رسالتنا في المحافل الدولية من خلال تواجده في كل دول العالم وفي في كل دول المهجر، تنسيقهم مع منظمات، مع ناس خيرين، مع مؤسسات حكومية في العالم لكي يساعدوا نينوى النهوض بأسرع وقت، لأنه حجم الكارثة التي حدثت في نينوى تحتاج جهد جبار وجهد دولي كبير. يعني الحكومة المحلية والاتحادية إيش ما تقدم يعني لا تلبي الطموح، لأنه يقولون المسؤولين أنه الإمكانيات والتخصيصات المالية قليلة جدا، فلا بد أنه دعم أكثر، فنحتاج عندهم مساندة لنا في هذا الأمر وتشجيع. يعني أيضا نريد التشجيع على الشباب نينوى العامل اللي في الفرق التطوعية وفي المنتديات وفي مواقع التواصل الاجتماعي، تشجيع لهم، إيصال ما يقومون به إلى كل العالم، لحق نينوى يحق لها أن تفتخر بأبنائها ويحق لها أن تفتخر بهذا التآلف الكبير الموجود فيها. نعم استاذ. شكر جزيل لوقتك، تحية إلى جميع المتطوعين معك، تحية إلى الأخوة والأخوات الذين يعملون على إعادة إعمار وبناء نينوى، إعادة وإعمار بناء الناس في نينوى اللي هم أثمن رأس مال. شكرا جزيلا لك. شكرا استاذ، وشاكر ومنون لك، وشكرا على إتاحة الفرصة لي لأتكلم عن النازحين وأوصل رسالة نينوى لكل العالم، شكرا جزيلا لك. شكرا شكرا. مشاهدينا الكرام، بهذا القدر ينتهي برنامجنا لهذا اليوم. أنا ألقاكم في الأسبوع القادم ملفات وضيوف جدد.
تصبحون على خير، يصبح العراق ويصبح أهل العراق على ألف خير. مع السلامة.